السلام عليكم أعزائي المشاهدين. شهدت دولة الكويت أمطار الخير والبركة خلال 24 ساعة السابقة، سجلت كميات متفاوتة من الأمطار ما بين 2 إلى 12 مليمتر، كانت أعلاها في منطقة مطربة، وإن شاء الله من المتوقع تحسن تدريجي في الطقس ابتداء من خلال الساعات القادمة إن شاء الله، ويترسب الإغبار تدريجيا وتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة لما تزيد السرعة قد تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غامض جزئيا، ورياح جنوبية شرقية معتدلة سرعتها 15 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 22 درجة مئوية، رطوبة نسبية لا زالت مرتفعة 63%، بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة 10 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح عبور بعض السحب المتفرقة، وأيضا بدأت المنخفض السودان الموسمي يضعف تدريجيا، وأيضا التحسن التدريجي للطقس خلال الساعات القادمة، وأيضا اعتدال في الرياح الجنوبية الشرقية تتحول إلى شمالية غربية خلال الساعات القادمة. ليلة طقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة، وأيضا أجواء مستقرة إن شاء الله ابتداء من بعد المغرب، ودرجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة قد تصل إلى 18 درجة مئوية خاصة المناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم الشقاية قد تصل إلى 17 درجة مئوية. في مساء الغد طقس دافئ، وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 24 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي قد تصل إلى 25 درجة مئوية، بالنسبة لجزرنا الشمالية فيليتا بوبيان وأربع متفاوتة ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا، وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 4:35، موعد شروق الشمس الساعة 5:54، بالنسبة لغروب الشمس الساعة 5:58. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله، بالنسبة ليوم الغد أجواء دافئة واستقرار في الطقس إن شاء الله، مع تحول الرياح إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدل السرعة قد تصل سرعتها إلى 28 كيلومتر في الساعة، وأيضا الأجواء مستقرة مستمرة معنا حتى يوم الجمعة، أجواء دافئة خلال فترة النهار وراح تكون معتدلة ليلا، درجات الحرارة العظمى المتوقعة متفاوتة ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية، بالنسبة للصورة ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية. ابتداء من يوم السبت تتحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية رياح الكوس، وأيضا عودة للنشاط في الرياح الجنوبية الشرقية وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ولكن من يوم الأحد طقس مغبر، وأيضا عودة للرياح الشمالية الغربية النشطة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 إلى 23 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين متوقع انخفاض نسبي في درجات الحرارة ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله، قد تصل العظمى إلى 23 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى 13 درجة مئوية. من يوم الاثنين يبدأ الطقس بالاعتدال التدريجي وعودة للرياح الشمالية الغربية مرة أخرى تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة، بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية، أما الصغرى 15 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.